إلى الشأن اللبناني، حيث يواصل اللبنانيون تظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي رغم توقيف العشرات بعد أعمال شغب أمس. وتولى الجيش اللبناني إعادة فتح بعض الطرق الدولية، وشهدت مدن عدة أبرزها طرابلس شمالا ونبطية جنوبا تجمعا للمتظاهرين مطالبين بإصلاحات ومطالبين باستقالة الحكومة. وفي محاولة لتهدئة الشارع اللبناني، منح رئيس الحكومة سعد الحريري ما وصفهم بشركائه في الحكومة مهلة 72 ساعة لتقديم جواب واضح بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد. الأستاذ محمد سعيد الرز الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني ينضم إلينا هاتفيا. سيد محمد، أرحب بك على إكسترا نيوز. ويبدو أن التظاهرات عادت مرة أخرى للتجمع وسط بيروت وربما في مدن لبنانية أخرى في الوقت الذي دعت قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بحسب هذا البيان بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتؤكد القيادة تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة وتدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين، فضلا عن الدعوة للحفاظ على الأمن والسلم في البلاد. هل يحمل هذا البيان أي دلالات سياسية؟ يعني طبعا أولا تحياتي لكم. المسألة في لبنان تتطور يوما بعد يوم، وبالتالي فإن المواقف السياسية لأقطاب الطبقة الحاكمة في لبنان قد وصلت متأخرة، والشعب سبقهم كثيرا في تحديد سقف المطالب التي يريدونها والأهداف التي يريدونها. أولا معروف أن انتفاضة الشعب اللبناني هي شاملة، لن تستثني منطقة ولا شارع ولا حي في كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب ومن البقاع إلى الساحل. ثانيا أن هذه المظاهرة لم يحركها أحد، يعني من الأقطاب السياسيين أو تحركات خارجية بطلب خارجي إلى آخر هذا الكلام. هي مظاهرة عفوية تجاوز فيها المواطنون العصبية الطائفية والمذهبية والمناطقية، بل تناسوا أحزابهم التي كانوا ينتمون إليها، لأن نداء البطن الجائع يتجاوز النداءات السياسية، الأهداف السياسية، ويتجاوز الانتماءات السياسية. الكل سواسية الآن، هم في الشارع ولليوم الثالث على التوالي، ويطالبون بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة، وبأهم ما يطالبون به هو يعني محاربة منع الفاسدين والمرتكبين وناهبي المال العام من مغادرة لبنان، وبالتالي محاسبتهم كما جرى في عدد من الدول العربية في الفترة الأخيرة. طيب، يعني استرداد المال المنهوب. الآن هناك مواقف سياسية صدرت سواء من حزب الله على لسان أمينه العام حسن نصر الله، سواء من رئيس الحكومة ب 72 ساعة، سواء من جبران باسيل الذي يمثل الأغلبية المسيحية التيار الوطني الحر. كل هذه المواقف السياسية تتلاقى معا في أمر واحد، وهو أنهم يريدون أن يكون هناك مصالحة بين أعضاء هذه الطبقة السياسية لينفذوا ما الوعود التي طرحوها، علما أن مظاهرات الشعب اللبناني تطالب برحيل هذه الطبقة كلها، لأنها لم يعد هناك ثقة فيهم وأصبحت ساقطة في الشرعية الشعبية. سيد محمد، أعود إلى بيان الجيش، هل يحمل أي دلالات سياسية؟ ما أنا واصل لك. تفضل. ضمن مطالبات المتظاهرين الآن أنه إذا استقالت الحكومة لن يكون هناك فراغ، لأنهم يطالبون قيادة الجيش بأن تمسك بزمام السلطة التنفيذية لمدة 6 أشهر بشكل مؤقت، لكي يتم خلال هذه 6 أشهر تحقيق هذا أو وضع قوانين أو تشريع هذه المطالب التي يطالب فيها المتظاهرون. الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة التي يعني بقيت حتى الآن أولا توحيدية وليست طائفية، ثانيا أنها لم تعرف الفساد وهي بمعزل عن الفساد تماما، وهي مؤسسة الركن وتشكل العمود الفقري للمجتمع اللبناني. طيب، إلى أي مدى يتفق المتظاهرون على هذه الآلية التي ذكرتها؟ هناك يعني مطالبة كثيرة من هذا، هناك شرائح من المتظاهرين واسعة تطالب بهذا المطلب،
وتريد قيادة الجيش من وراء هذه المطالبة قطع الطريق على احتمال التدخلات الأجنبية أو الدولية للقفز على هذه المظاهرات، على هذه النقبة الشعبية، وتحويلها إلى ما يشبه الفوضى المنظمة بواسطة الطوابير الخامسة التي لديها وهي موجودة في لبنان. يريدون أن يحموا هذه التظاهرة لتبقى ويحموا لبنان أيضا، لأنه في حال تمت هذه التدخلات والفوضى المنظمة دبت لم يعرف أحد إلى أين سوف يصل الوضع اللبناني. طيب سيد محمد، إذا كان كل الأحزاب أو إذا كانت كل الأحزاب والطبقة السياسية والقوى السياسية في لبنان ترفض الفساد، سواء حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، حزب المستقبل، جعجع وجنبلاط، كلهم يرفضون هذا ما يقولون أنه فساد في لبنان من الطبقة السياسية. المتظاهرون ربما يرفضون، وكما قلت هم لا يتقبلون كل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان. وإذا كانت هذه القوى ترفض أيضا وتتفق مع هؤلاء المتظاهرين في رفض هذا الفساد، إذن على ماذا يثور المتظاهرون برأيك؟ يعني هو منذ 30 عاما وهذه الطبقة السياسية التي تضم هذه الأحزاب التي ذكرتها حضرتك هي تتولى الحكم في لبنان. تفاقمت خلالها الأزمات، أزمة الماء، أزمة الكهرباء، أزمة الصحة، أزمة التربية. 35% من الشعب اللبناني عاطل عن العمل، من الشباب اللبناني 40% من الشباب سافر إلى الخارج وهاجر. النفايات لا تزال تعم وتنتشر في كل طرقات لبنان. أطفال تموت على أبواب المستشفيات. كل هذا الكلام عن أنهم يرفضون الفساد يعني سقطت مصداقيته، لأن الواقع على الأرض اللبنانية أنه لا يعني لا توجد، لم تعد هناك ثقة بهذا الكلام وبهذه الأمور التي يطالبون بها. هل ارتكب الفساد أشباح مثلا؟ لقد كانوا في الحكم وفي ظل حكمهم حصلت هذه الأمور كلها وحصل الفساد كله. فإذا من الذي قام أو ارتكب الفساد؟ هم يعرفون بالضبط من ارتكب الفساد ويعرفونهم واحدا واحدا. آخر فترة يا أستاذي العزيز، النيابة العامة المالية في لبنان طلبت من وزيرين أن يمثلا أمامها ليسألونهما عن موضوع الاتصالات وما يحكى عن فساد في قطاع الاتصالات في لبنان. رفض الوزيران الامتثال أمام النيابة العامة، وسرعان ما حولوا المسألة إلى قضية طائفية أو قضية مذهبية يعني للتغطي أو للتغطي تحتها. كل هذه المسائل مجتمعة بما فيها يعني من حزب الله وحركة أمل ومن فيها كل الأحزاب سواء كانت مسيحية أو إسلامية، سنية أو شيعية إلى آخر هذا الكلام، كلهم الآن يعني تتوجه عليهم النقمة الشعبية. طيب هناك دعوات حاليا سيد محمد بتجاوز الطائفية في المناصب الحكومية، هل ذلك يعني تجاوز اتفاق الطائف برأيك؟ هل هناك دعوات في لبنان حاليا لإلغاء اتفاقية الطائف؟ لا، هو اتفاق الطائف لم يطبق في لبنان أساسا، على الأقل في توزيع في الحصص الطائفية. نعم. للمجالس أو للرئاسات الثلاث في لبنان اتفاق الطائف نص على الرئاسات الثلاث فقط ونص على أنه في الإدارات العامة وظائف الدرجة الأولى لمرة واحدة يكون فيها توزيع طائفي، وفيما بعد يكون هناك حسب الكفاءات في كل وظائف الدولة وفي كل الإدارات العامة. هذا الأمر لم يطبق، لم يطبق من اتفاق الطائف وجود مجلس شيوخ، لم يطبق في اتفاق الطائف اللامركزية الإدارية، أمور كثيرة لم تطبق في اتفاق الطائف. لكنهم الآن يرفعون يعني يقولون أنهم جاءوا إلى الحكم وفق سيرة اتفاق الطائف، وهذا تزوير يعني تجني على اتفاق الطائف الذي يعني أمن الأمن والاستقرار الأمني النسبي في لبنان طيلت هذه المدة من 35 عاما وإلى الآن. المسألة هي عدم تطبيق اتفاق الطائف وليس سقوط منطق اتفاق الطائف. بدل اتفاق الطائف ماذا؟ الحرب الأهلية، الانقسامات الطائفية، يعني هذه المسألة غير مطروحة الآن في لبنان. الرئيس الحريري بالأمس في خطابه أو في أول تعليق على هذه التظاهرات قال صراحة وبشكل واضح أن هناك بعض الأطراف في التسوية السياسية التي نتجت عنها هذه الحكومة من يحاول عرقلة أداء الحكومة وعمل الحكومة. هو لم يسمي هذه الأطراف، ما الذي كان يقصده تحديدا من هذه الأطراف السياسية التي تعرقل أداء الحكومة برأيك؟ يعني هي بصراحة منذ تشكيل هذه الحكومة، من لحظة تشكيلها كانت ترتكز إلى التوافق ما بين الأحزاب السياسية نفسها.
كل وزير في هذه الحكومة أصبح رئيسا للوزراء ما عدا رئيس الوزراء، لأنه كان يعمل بتدوير الزوايا كما قال، ولأنه كان يواجه مشاكل من هنا ومشاكل من هناك، وبالتالي كان هو النقطة الأضعف في هذه التشكيلة الوزارية التي يرتكز فيها كل واحد إلى عمقه الحزبي وإلى عمقه الطائفي، ويريد أن يطرح أمورا يعني أكبر مما يمثله على الصعيد الشعبي. السيد محمد، نعم عفوا لضيق الوقت، السيد محمد سعيد الروز الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل، ونتمنى السلامة للبنان، وأن تكون هذه التظاهرات دون عنف ودون أحداث عنف كالتي حدثت ليلة الأمس.